الباركور ديالي بديت من المدينه فين كنسكن سميتها كونفلونس سانت اونورين حدا باري، ودوزت من الحدود من سان سيباستيان، من بعد قطعت فرنسا كامله من الشمال ديالها حتى الجنوب، حتى وصلت للطريف. هذه كانت هي اخر مرحله ديالي. كانت واحد الرحله اللي كانت فيها شويه ديال السهولات، بزاف ديال الصعوبات. منها التضاريس، منها الجو اللي كانت فرنسا كامله كانت الشتاء والبرد، وفي اسبانيا كان الكونترير، كانت الشمس بزاف. الصعوبات اللي جبرتها هي كانت صعوبات مثلا ديال ماشي ديال التدريبات كنت الحمد لله دوزت عام وانا كنتدرب، ولكن كانت الصعوبات ديال ان بنادم بوحده 24 ساعة هو بوحده، يعني في الوقت الماكلة ما كتجيبنيش مثلا في الفيلاج اللي نقدر ناكل مع الناس ولا شي حاجة، يعني كنت كناكل بوحدي بحال اللي عايش بوحدك في واحد الحاجة اللي هي ديالك بوحدك، يعني كتلاق فرنسا. فرنسا كانت الصعوبات ديال شوي العنصرية، يعني ما كيبغيوش يهضروا معاك، ما كيتجاوبوش معاك، مغير الناس ديال السلطه. مثلا الناس ديال السلطه هما اللي كانوا في فرنسا كيتجاوبوا مع الرحله ديالو، كانوا دائما كيسولوني علاش زعما داير هذه الخريطه، علاش داير مثلا الرايه ديال المغرب على شكل الخريطه، وكنت كنشرح لهم ان المغرب من طنجه للقويره، وهذوك هما الناس اللي قدروا يتجاوبوا مع الرحله والاهداف ديال الرحله ديالي. الناس العاديين يعني ما كانوش كيردوا حتى البال. والعكس كان في اسبانيا واحد الناس اللي هما متفتحين مضيافين، يعني كنت كنتلاقى اي واحد كان غير كنسولو مثلا فين كاينه الطريق ولا هذه، كتجبرني شي مره تلفت ولا شي حاجه، كان كيبدا بحال نقولوا حنا كان كيحلف لك، كيقول لك لا جي تشرب معايا مناضه نزيدو نهضروا، كل واحد الكلاص اجي تغدى ولا شي حاجه. زعما التجربه ديالي كانت مزيونه في اسبانيا على فرنسا، كانت مزيانه. الهدف منها كانوا جوج اهداف اساسيه. الاولى كانت نعرف بالمغرب بالوحده الترابيه ديالنا اللي هي من طنجه للقويره، و سورتو ملي كنت انا غادي نجي كان وقع ديك المشكل مع نهضه بركان، وتماكت انا زاد حمسني، قلت انا ما غنديرش الرايه ديال المغرب اللي كنعرفوا الرايه مرة، لكن غندير الرايه على شكل خريطه ديال المغرب باش نزيد حتى انا نرسخ ديك الفكره ان المغرب كاينه الوحده الترابيه من طنجه للقويره، ونقول ان الصحراء بحال الصحراء في مغربيه والمغرب في الصحراء. هذه اللي كانت الهضره ديالي دائما ملي بديت الفواياج. والهدف الثاني هو انني كنت باغي ندير لا بروموسيون لهذاك لا كوب دو موند اللي عندنا، ونبارطاجي مع الناس يعني داكشي اللي درنا في المغرب اللي باقي غادي يدار، شنو داروا هما مثلا في اسبانيا، فين مثلا في العشيه كنت كنتلاقى الناس ولا شي حاجه، كان الاسئله ديالي مثلا فين باغين تلعبوا الفينال، واش عندنا ولا عندكم، علاش. والمهم كانت هذه هي الاهداف ديال التجربه. والهدف الثالث اللي هو كان واحد الهدف شخصي، وانا بغيت ندير ما نقولش التحدي، يعني ماشي شي حاجه كبيره، يعني كاين اللي دار كثار تبارك الله، كاين اللي مشى لافريك ولا شي حاجه، ولكن بالنسبه لي انا ماشي واحد الرياضي اوت نيفو، كانت تجربه بالنسبه لي يعني مزيانه ما بغيت نديرها. دابا حد الان يعني كنقول مثلا المرحله المجانيه ان شاء الله، هذه دائما كنت كنقول نديرها حتى الصور ديال الشين مثلا مشيت له شفتو هذه، وكنقول ان شاء الله مثلا المرحله الجايه غتكون هي الصور ديال الشين اللي فيها الضعف ديال هذه المسافه اللي درت دابا، فيها 4500 كيلومتر، والصعوبات ديالو هو انه ما كاينه والو، كاينه غير شي نقط اللي تقدر مثلا تشري فيهم ما تاكل ولا شي حاجه، يعني ما كدوش في المدن، عندك واحد السور وكتبقى بحال السور بدوار طنجه هذا كتبقى قاطعو من الصين من الطرف للطرف. هذا هو الهدف ديالي ان شاء الله المره الجايه. السلام عليكم.
شكرا لكم على التغطية ديالكم وعلى القدوم ديالكم لهنا، وهذا كيعني بأنكم فعلا تمثلون مهنة المتاعب كما كيقولوا. يعني الخبر كنقتنيوه مهما بعد، وكنشكركم بزاف على التغطية ديال هاد الرحلة اللي على الدرجة النارية. وبالمناسبة نقدم بأن اللي مقدم الرحلة هو الوالد ديالي السي محمد المهوطي، مهندس في باري، وضحى بالكونجي ديالو الصراحة الشهر ديالو كله باش يدير هذه الرحلة اللي دامت 25 يوم، واليوم 26، كانت فيها 25 مرحلة تقريبا، قطع واحد 2100 كيلومتر. الهدف هذه الرحلة الأساسي هو الترويج لتنظيم المغرب لكأس العالم ديال 2030، وكذا الترويج للوحدة الترابية. والشعار اللي هز من باري حتى لهنا لطنجة، وهي الخريطة المغربية الكاملة زائد شعار ديال تنظيم كأس العالم. طبعا أنا بنفسي كنشكره وكنفتخر به. هذه الرحلة قطع شي 2200 كيلومتر على الدراجة، وقطعها بوحده، يعني ما كانش عنده شي مصاحبة في الطريق. كانت صعيبة طبعا، صعيبة لأن التضاريس ديال اسبانيا شوية صعاب، وكانت بزاف ديال لي مونتي وطلبوا منه مجهود كثير الصراحة. وكان باغي يدخل حتى البرتغال، ولكن في الاخر وقع واحد العطب شويه في الركبه ودخل المغرب. كان باقي غيزيد هاد الخمس ايام. على كل حال كمغربي بصراحه كنفتخر بهذا النوع ديال المغاربه اللي واخا كيغادروا الوطن، ولكن كيبقى الوطن ساكن في القلوب ديالهم.